السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا. النهاردة جايين نبص بصة كده على شات جي بي تي 4. شات جي بي تي 4 حاليا أصبح مميزاته عالية جدا مقارنة ببارد اي اي وبينج اي، على الرغم ان الاتنين ليهم اكسس على الويب، ايضا شات جي بي تي 4 له اكسس على الويب، وده اللي خلاه يبقى مميز عن الاصدار المجاني منه شات جي بي تي 3.5. في كمان شويه اديشنال كابابيلتيز موجوده جوه شات جي بي تي 4 مهمه جدا، من اهمها دال اي. ودال اي هنا مش بيعتمد في التكنولوجي بتاعته على ال برومبت انجينيرنج او هندسه الاوامر، انت بمنتهى البساطه ممكن تدخل له امر بسيط جدا يطلع لك دي صوره دقتها عاليه جدا، وهنشوف الكلام ده النهارده بشكل عملي. اول حاجه انت علشان تخش على جي بي تي 4 لازم تروح ترقي من جي بي تي 3.5 لجي بي تي 4، يعني بتكون في البيد بلان، والبيد بلان لشات جي بي تي 4 حوالي $20 بير مانث. طبعا لو انت ليس لك حاجه في استخدام شات جي بي تي 4 فاستخدم المجاني جدا، مفيش اي مشكله. لو رحت لشات جي بي تي 4 ونزلت تحت هنا على الاكونت بتاعك بالمنظر ده ورحت عند سيتنج اند بيتا، بيوريك البيتا فيتشرز، والبيتا فيتشرز دي بتبقى في مرحله التجربه لسه. انت ليك اكسس على البيتا فيتشرز، وهنا ممكن تفعل البلجنز، تفعل البلجنز الخاصه بشات جي بي تي 4. ايه اللي موجود بقى عندي هنا في شات جي بي تي 4؟ ايه الجديد في شات جي بي تي 4؟ شات جي بي تي 4 فيه حاجات كتيره جدا. ايه الحاجات اللي موجوده فيه؟ لو انا رحت عملت اكسبلور هبص هلاقي ان انا عندي دال اي، ده اول حاجه، وهي دال اي هنا ده بيستخدم في عمليه توليد الصور من خلال النص. الحاجه الثانيه وهي داتا اناليسز، والداتا اناليسز تقدر ان انت ترفع اي فايلز وتقول له ساعدني في ان انا اعمل لها اناليزيشن، او ان انت تعمل لها تحليل، يعني هو هيقرا الملف ده ويساعدك في عمل تحليل لهذه الملفات، وده مهم جدا لما تكون عندك مجموعه من الداتا وانت عايز تفهم اللي موجود فيها بالتفصيل ايه وما عندكش وقت، فممكن هو يساعدك في عمليه الداتا اناليسز. لو انت عايز ترجع لشات جي بي تي كلاسيك وهو الفيرجن القديمه اللي ما فيهاش اديشنال كابابيلتيز، ما فيهاش اي اد اونز او اي بلجنز، بتستخدم الشات جي بي تي كلاسيك العاديه. نيجي هنا للويب براوزر، والويب براوزر تقدر ان انت تعمل براوزنج، تاكسس على الانترنت فتجذر انفورميشن حديثه، لان شات جي بي تي كان له اكسس لحد سبتمبر اعتقد 2021. دلوقتي باستخدام شات جي بي تي 4 والتحديث الجديد اللي على شات جي بي تي 4 تقدر ان انت تاكسس على الويب. في الجزء بتاع الجيم تايم، وده له علاقه باكسبلين البورد جيمز، يعني مش هنقف عندها كتير. الجزء المتعلق بالنيجوشيتور اللي هو المفاوض، بيساعدك ان انت تكون جريت نيجوشيتور او مفاوض كبير، من خلال ان هو بيساعدك ان انت تجيت البيتر اوت كمز، او ان انت ازاي تقدر انك انت يعني تقنع اللي قدامك بالحاجه اللي انت عايزها. في عندك كرييتيف رايتنج كوتش، هنا I am eager to read your work، يقدر ان هو يريد الورك بتاعك ويديك فيدباك علشان تعمل improve your skills، تساعد على تطوير مهاراتك. احنا هنبص كمان لو رحنا كمان ليد مور هنلاقي في حاجات تانية كتير جدا ان شاء الله هنتناولها او هنتناول المهم منها من خلال القناة، ولكن تعالوا كده النهاردة نجرب مع بعض اول حاجة عندي وهي الجزء المتعلق بدال اي. تعالوا نبصوا كده على دال اي ان شات جي بي تي، وان شاء الله في مجموعه متتاليه من الفيديوهات هبتدي اتكلم عن الكابابيلتيز الموجوده داخل شات جي بي تي. دال اي زي ما قلت لك جميل في ان انت هتديله الامر وهيديك صور في دقه عاليه جدا. دال اي ميزته ان هنا مش بيعتمد على الهندسه الخاصه بالاوامر. ايه الهندسه الخاصه بالاوامر؟ لما بندخل الاوامر بندخل الاوامر بوصف بقى تفصيلي، بنقول احنا عايزين الصوره بالتفصيل بشكل معين بحيث ان احنا توصل و4K وهاي ديتيلز والكلام ده كله احنا مش محتاجين ان احنا نقوله. انت بتقول انت عايز ايه بمنتهى البساطه، وهو بيديك اختيارين بتختار ما بينهم، او بتعمل توليد مره اخرى لو انت عايز تضيف حاجه جديده على الصورة علشان عايز حاجة محددة جدا
فبتضيفها، مش محتاج زي ما قلت لك ان انت تقول هاي ديتيلز، مش محتاج تقول 4K، مش محتاج تقول هاي كواليتي، الكلام ده كله. هنبتدي نجرب مع بعض ده الاي، وهنبتدي نقول انا هنا قلت له create an amazing shot for pyramids in the night او at night، وهبتدي اشوف هيديني ايه. انا ما قلتوش اي حاجه تانية، اديني amazing shot للبيراميدز in the night. هيعمل creating الايمج، موضوع مش هياخد وقت كبير. هنا اعطاني النتائج وبيقول لي الامر كمان اللي استخدمه في العمليه دي ايه. لو انا بصيت كده هلاقي، لو بصيت على الصوره زي ما انتم شايفين الدقه بتاعتها عاليه جدا، يعني الصوره بالتفصيل، الرمال، اهرامات الجيزه شكلها في الليل، المنظر جميل جدا جدا، واعطيك صورتين وانت بتختار ما بينهم الصوره اللي انت عايزها، الصوره دي او الصوره دي، وفي الاخر بتبتدي ان انت تعمل لها داونلود. تعالوا نبصوا على حاجه تانية. فهنا مثلا ممكن اقول له عربيات في لندن زمان سنه 1940 مثلا، عشان اشوف مثلا بيديني برضو حاجات في القديم، الصور القديمه كواليتي بتاعتها عامله ازاي. هنبص دلوقتي مع بعض. هنا عطاني صوره للعربيات في لندن زمان سنه 1940 مثلا، شكلها عامل ازاي، شايفين الدقه بتاعه الصور عامله ازاي. تقدر انك انت تعمل لها داونلود، وده هيكون مفيد جدا للناس ايضا اللي بتعمل محتوى قصصي، تقدر انها تنتج صور عاليه الدقه باستخدام دال اي من غير ما تستعين بهندسه الاوامر وكتابه تفاصيل كتيره جدا. تعالوا نشوف كمان مثال ثالث. هنا عطيته أمر بسيط جداً، قلت له The life on the Mars، الحياة على مارس، هنشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي. وزي ما احنا شايفين احنا مش محتاجين نعمل upscaling، الصورة جميلة جداً، الدقة بتاعتها عالية جداً زي ما احنا شايفين. هنا life على هنا الحياة على مارس أو على المريخ زي ما احنا شايفين، عطاني صور دقيقة جداً. الصور دي كمان هتكون أفضل من بعض المواقع المجانية أكيد، تفاصيل بتاعتها دقيقة والدقة بتاعتها عالية. وده دال إيه بصراحة تكنولوجي جديدة، وزي ما قلت لك هي موجودة جوه شات جي بي تي 4. ده بالنسبة لي دال إيه. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن كابابيليتي جديدة موجودة أو إمكانية جديدة موجودة في شات جي بي تي 4. تابعنا، هتكون سلسلة خاصة فقط بشات جي بي تي 4 موجودة عندي على القناة، ومش هعمله فيديو طويل، هعمله سلسلة من الفيديوهات. أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة إن شاء الله بإذن الله. المرة الجاية هتكلم عن الجزء المتعلق بالويب براوزر وإزاي أستخدمه عشان أجمع معلومات مهمة لو أنا بعمل ريسيرش. زي ما أقولك في نهاية كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت من متابعينا الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.